مرحبا بك زميل عزيز ابراهيم فايق، برحب بكل مشاهدين جمهور التالتة في كل مكان عبر قناة اون تايم سبورت في كل مكان. لقاء خاص مع نجم الكرة المصرية وابرز نجوم الكرة المصرية، لا بل وهو ابرز نجوم الكرة الافريقية والعربية في هذا التوقيت اللي احنا فيه. هو نجم كبير، نجمنا النهاردة هو حديث او ابرز الوجوه نادي المئة بعد تسجيله 107 هدف في مسيرته في بطولة الدوري العام. نجمنا النهاردة نجم هو عبد الله السعيد، كابتن نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني. عبد الله برحب بيك طبعا، وتحيات زميل عزيز ابراهيم فايق ليك، ومبسوطين ان احنا معاك والف مبروك عبد الله. حبيبي شرف لي والله، وانا مبسوط اني موجود معكم، وتحيه ليك وتحيه لابراهيم كتير يعني. طيب عبد الله، قول لي الاول، تلقيت ازاي تكريم الاتحاد الكره ليك؟ يمكن ده تكريم الاول في تاريخ اتحاد الكره ان يكرم لاعب دخل النادي المئة. اكيد طبعا، يعني لما قالوا لي ولما شفت التكريم يعني كنت فخور جدا ومبسوط بالتكريم ده. يعني بشكر اتحاد الكوره واعضاء الناس ان هي كانت يعني فكرت ان هي تعمل حاجه بالشكل الجميل ده، فكنت مبسوط جدا. اكيد يعني لما بتلعب تعمل حاجه في حياتك يعني في شغلك وتلاقي ناس بتكرمك، اكيد دي حاجه بتبقى تسعد الواحد يعني وتبسطه، فالحمد لله اكيد مبسوط بالتكريم ده، ودي حاجه كويسه يعني. برضه اللعيب فعلا لما بيتكرم وهو موجود في الملعب بتبقى حاجه كويسه ليه يعني. طب كنت عندك احساس ان انت تخش نادي الماء بمنتهى الامان؟ والله انا ما كنتش بفكر في الموضوع خالص لغايه يعني لغايه لما كنت في السعوديه ورجعت على بيراميدز، بداوا يتكلموا ان عبد الله حاجه و80 هدف وقرب على نادي كنتش المئة حاسبها وكده. مش قبل كده كنتش حاسب فعلا، ما كنتش عارف عندي كام جول. بس لما بداوا يقولوا 89 هدف بس، فكان عندي دافع ان انا يعني حلو ان انا احقق رقم كبير واخش وسط نجوم كتيره في حاجة في التاريخ، دي حاجة كبيرة، فالحمد لله إن أنا قدرت أحقق يعني. بعد هاتريك طنطا الوقت تعديت كابتن محمد أبو تريكة، خلاص تساويت مع كابتن أحمد الكاس، بقى جونين على كابتن محمود الخطيب. عبد الله ما زال عنده الكثير إن هو يحقق أرقام شخصية لنفسه؟ والله أكيد يعني الواحد طول ما هو بيلعب لازم يبقى عنده يعني تلعب وعندك طموح وعندك هدف إن أنت دايما تحقق حاجة، سواء بطولة مع النادي، تحقق حاجة ليك شخصيا انت طول ما انت موجود في الملعب، فدي حاجة الواحد بيضيفها لاسمه وتاريخه، فدي اكيد حاجة دايما انا طول ما انا موجود في الملعب حاول ان انا ادي اقصى ما عندي ان انا احقق ارقام بطولات، بحاول اسعى ان انا اعمل ده يعني. مين اول من هن عبد الله السعيد سواء في مصر او خارج مصر؟ والله يعني ناس كتير بصراحة، فاهم، ما اقدرش اقول، بس ناس كتير يعني اهلي ويعني اللي معايا في النادي كلهم هنوني، مش عايز انسى حد، ناس كتير يعني كانت الحمد لله يعني بسطت ان انا لقيت ناس كتير كانت سعيدة باللي انا حققته ومبسوطة بالتكريم اللي حصل، وناس كتير هنتني يعني. عبد الله سعيد في الملعب بيحب يلعب رقم 10 ولا محور ارتكاز؟ لا انا يعني الحمد لله انا عندي ممكن ابقى شويه يعني عندي ان انا ممكن العب، انا 10 اصلا، بس عندي ممكن العب 8 لو المدرب حب يلعب بديفندر و2 8 قدام، ممكن بلعب 8 لو المدرب ممكن يحتاجني شويه في الوينج الاثنين اللي تحت المهاجم ممكن العب، فعندي حريه ممكن العب مهاجم تاني، ممكن بنزل ديفندر احيانا لو المدرب محتاج ان انا العب ديفندر، فعندي مرونة ان انا مدرب في الاحتياج في الحاجات دي ما بيحتاجني بلعب، بس انا اصلا 10 يعني. السؤال اللي المفروض اساله لحد مش معايا عبد الله السعيد، يعني حد تاني معايا، افضل لاعب بتحب تلعب جنبيه او لعبت جنبيه، ده المفروض اساله حد تاني يقول لي عبد الله السعيد، اي حد هساله يقول لي عبد الله السعيد. لا والله يعني يمكن انا كنت بقول في لعيبه كتير لعبت جنبها طبعا، لعيبه كبيره كنت بسرح جنبها، بس من اكتر يعني وانا بلعب 10 من اكتر اللعيبه اللي لعبت تحتي كانت فيندر، كان على طول شايفني حسام غالي يعني، ده اكتر لعيب كان بيلعب تحتي مريحني على طول، حسام لعبه لقدام وعلى طول عينه كان بتبقى شايفاني يعني، فكان من اللعيبه اللي انت راجل لعيب رقم 10 بيحتاج دايما الديفندر اللي بيلعب تحتيه بقى على طول شايفه عشان امتى يديك الكوره وانت شايفك فاضي يعني،
فحسام غالي كان من اكتر اللعيبه اللي بحب يلعب لقدامه على طول، يبقى شايف يعني شايفني ويبقى قاريني على طول. 16 هدف مع بيراميدز، نمسك الخشب الحمد لله. يعني لاول يعني اول مره هتكون هداف الدوري العام، هتاخد هداف الدوري العام. شايف ان دي هتزيد من امال وطموحات عبد الله سعيد؟ والله زي ما قلت لك، انا بحاول اقدم يعني كل ما عندي طول ما انا موجود في الملعب، بحاول ادي اقصى حاجه عندي يعني. فعلا انا بحاول يعني، مش في دماغي اكتر ان انا يعني ان انا اخد الهداف فعلا يعني. انا بحاول واكيد حاجه قدامي واحاول اسعى، بس انا اكتر حاجه شغلاني ان احنا عايزين ناخد فعلا بطوله السنه دي مع بيراميدز. عندنا الكونفدرالية قريبة، ربنا يسهل إن شاء الله نطلع فيها كل أقصى حاجة عندنا إن احنا نحاول نحققها. عايزين نوصل دوري أبطال، نلعب دوري أبطال، فهنحاول في جميل. الدوري إن احنا بننافس، إن احنا موجودين نلعب دوري أبطال السنة الجاية. فدي حاجات عندي مهمة جدا إن أنا أحققها. أكيد يعني لو موضوع الهداف ده إن أنا أنافس عليه، دي حاجة إن أنا أخدها، دي حاجة كويسة ليا طبعا. بس مهم ان احنا الاهم بالنسبه لي ان احنا ناخد بطوله السنه دي. بمناسبة البطولة وبيراميدز، ايه اللي محتاجه بيراميدز ليكون ينافس بقوة او يكون بطل الدوري العام؟ والله احنا يعني الحمد لله احنا فريق من السنه اللي فاتت اثبت ان هو في فرقه كويسه تقدر تنافس على بطوله. السنه اللي فاتت كنا بننافس على دوري، بس طبعا انت عارف نادي لسه جديد داخل ينافس انديه كبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. عملنا تغييرات كتير في الفريق، تأقلم شوية كان بيأثر شوية على الفريق، بس أنا شايف إن فريق بيراميدز داخل في المنافسة الحمد لله بقوة، ويعني إن شاء الله مع الاستمرارية دي يقدر يبقى بينافس على السنة الجاية بإذن الله. وعلى ذكر ايضا البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه كيف استعدادكم ليها ازاي؟ خاصه انتوا خلاص يعني في قبل النهائي. يعني احنا كان طبعا الفترة بتاعت كورونا والفترة اللي فاتت دي كانت بعدنا شوية، فأكيد بتبعد شوية، بس كويس إن في مباراة الدوري دوري. دي أكيد واحدة بواحدة هنبدأ نرجع للفورمة بشكل كويس. أتمنى إن شاء الله بس ما يكانش في إصابات، وإن احنا الفترة الجاية دي نحاول نستعد بالماتشات نرجع للفورمة، إن احنا نبقى جاهزين إن شاء الله في 22/9 ماتش قبل النهائي، نبقى جاهزين بإذن الله بشكل كويس وفي الفورمة، إن احنا ماتش مهم زي ده قبل النهائي وبعديه إن شاء الله نعدي بإذن الله نكسب. هيبقى في ماتش بعدين نهائي، فهم ماتشين، فنحاول ان احنا ان شاء الله نبقى مستعدين للماتشين المهمين دول، بطولة كبيرة ونتمنى ان احنا نحققها وتبقى موجودة في او كأول بطولة نادي بيراميدز. نادي بيراميدز بقى هو النادي اللي بيلم بكل النجوم من وجهة نظرك؟ نادي بيراميدز يعني انا بشوف ان هو من ساعة لما جيت، ان هو لما النادي اتعمل هو كان ضم احسن اللعيبة اللي موجودة في فرقها، فده هو ده النادي اللي بينافس، بيحاول يبص بيجيب اللعيبه اللي هي مميزه في الانديه بتاعتها. فاحنا عندنا اللعيبه كانت مميزه كلها في انديتنا، عندنا فرقه كويسه جدا تقدر ان هي تاخد بطوله، وهو ده اللي شغالين عليه يعني. كل كلامنا مع بعض وكل كلام الاداره معانا ان احنا فعلا فرقه تقدر تاخد بطوله، فهو ده اللي شغالين عليه وده اللي بيبان علينا يعني، ان احنا فرقه الحمد لله كويسه وبنقدر نقدم نتائج كويسه. حاجه محتاجين طبعا ان احنا الاستمراريه على ده، وإن شاء الله نقدم حاجة السنة دي، وإن شاء الله الموسم الجاي يبقى التدعيمات اللي هتخلينا نكمل برضو مواصلة على نفس البطولات. بالنسبة للتدعيمات، أنت جبت أحمد فتحي، شريف إكرامي، الموجود الشناوي، موجود دونجا، موجود لعيبة يعني 7 8 نقدر نعدهم في المنتخب، يعني من ضمن المنتخب. آخرهم النادي الأهلي رغبة رمضان صبحي للانتقال إلى نادي بيراميدز، شايف الخطوة دي إزاي؟ والله زي ما أنت قلت، اللعيبة كلها أنت بتقولها لعيبة كبيرة، اللعيبة دي كلها لو تبقى موجودة في بيراميدز فأكيد دول إضافة قوية جدا. النادي بيبص ان هو بينافس على بطولات محليه وقاريه، فلازم يبقى تدعيمات قويه. فاكيد الاسماء اللي انت بتقولها كلها دي تدعيمات قويه، نتمنى طبعا ان هي تبقى موجوده، هتساعد كتير الفريق ونادي بيراميدز ان هي تقدر يبقى على قد الطموح اللي الناس عايزينه. فنتمنى ان شاء الله ان يبقى في تدعيمات قويه ويبقى في اسماء زي اللي انت قلتها دي موجوده معانا، تبقى حاجة هتضيف لنا كتير وهتفرق معانا. أنا بعد ما عرفت طبعا إن هو خلاص أكيد كلمته وباركت له واتمنيت له إن شاء الله إن هو يعني ما يبقى موجود معانا، إن شاء الله نحقق حاجة كويسة مع بعض بإذن الله. رمضان صبحي.
لا رمضان لسه والله، ما انا ما يعني اتكلمتش معاه، ما اتكلمش مع لا اي حد. لا لا خالص اضافه خالص. قويه لبيراميدز لرمضان. أكيد طبعا رمضان كلاعب إضافة قوية لأي فريق، يعني رمضان لعيب مميز جدا، بيفرق مع أي فرقة موجود فيها، بيبقى باين تأثيره، لعيب عنده قوة شخصية من هو صغير، لعبت معاه وهو طالع معانا كان صغير، عنده قوة شخصية، عنده قوة في الملعب بتبان يعني. فرمضان لعيب كبير أكيد إن شاء الله، لو هيبقى موجود هيبقى إضافة قوية جدا. عبد الله سعيد، مرنت مع مدربين كتار في نادي بيراميدز، ابرزهم مين من اللي ضاف لعبد الله سعيد؟ والله المدربين اللي اشتغلت معاهم ساعة لما جيت كلهم يعني مدربين على مستوى، وأنا دايما الحمد لله كل مدرب بحاول يعني أخد منه حاجة وأستفيد منه، دي حاجة بتبقى كويسة ليا يعني. فمش مفيش مش حد بعيد يعني. فعلا ما فيش حد، بس أنا يعني جيت اشتغلت من أول ما جيت اشتغلت مع كابتن حسام حسن وكان اشتغلت بشكل كويس، وبعد كده جه رامون دياز مدرب كويس جدا اشتغلت معاه. ف المدربين اللي بشتغل معاهم بحاول اشتغل معاهم بشكل كويس، فعلا المدربين ناس بتجيبها على اعلى مستوى ومدربين كويسه، حتى لو ما كانش فيه توفيق وكده بس مدربين كويسه، وده معرض ان انت ممكن تبقى في مكان ما توفقش وكده، طبعا بس مدربين جم اشتغلوا معانا على اعلى مستوى كانوا مدربين كويسين، وبحاول انا مع كل مدرب ان انا انفذ معاه واستفاد من خبراته، فبس هو ده اللي بيبقى يعني في دماغي، بس كلهم مدربين مميزين يعني. حديثنا عن المنتخب، كل مدرب بيتولى تدريب المنتخب الوطني، واخرهم الكابتن حسام البدري بيقول ان عبد الله سعيد هو الركيزه الاساسيه للمنتخب الوطني. ده برضو بيبقى في حمل على عبد الله سعيد، على ملقاك عليك بتقديم ابرز المستويات. والله يعني اكيد احنا الحمد لله الواحد يعني يمكن من ساعه لما طلع في الكوره هو عنده المسؤوليه واتحط تحت الضغط يعني، فاكيد طول ما انت لعيب بتحاول تقدم اقصى حاجه والناس بتعتمد عليك فيبقى عليك ضغط، فالحمد لله الواحد بقى متعود على ده وبحاول ادي اقصى ما حاجه ما عندي، المنتخب يحتاجني في اي وقت احاول ان انا ابقى يعني اساعد وبقدم مسؤوليه وودي أقصى حاجة ما عندي المنتخب، ويعني بتمنى الفترة الجاية تبقى ليا في الكورة إن أنا بقدم أحسن حاجة وبفيد الحتة المكان اللي أنا فيه. بمناسبة الضغط، يمكن البعض قال إن عبد الله سعيد هو أكتر لاعب تحمل ضغوطات كتير قوي، لكن بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني ثابت في مكانه. الحمد لله والله يعني أكيد يعني بشكر ربنا طبعا الحمد لله في إن أنا الحمد لله يعني في ثبات الحمد لله، بحاول إن أنا أبقى مركز شغل أكتر حاجة، ببعد عن أي حاجة سلبية، دي حاجة مهمة يعني إن أنت في شغلك عشان تنجح لازم تبقى مركز إن أنت تحاول توصل وتشتغل بشكل كويس وتفصل أي حاجة يعني سلبية أو أي حاجة ممكن توقعك تقدر تفصلها عن شغلك يعني، فالحمد لله كنت بحاول أعمل ده والحمد لله يمكن بنسبة كبيرة قدرت إن ده يخليني ماشي على طريق يعني بسم الله ما شاء كويس الله، الحمد نمسك لله. الخشب تاني مرة. الحمد لله الحمد كابتن لله عبد الله، نفسك تروح تصعد مع مصر لكأس العالم مرة أخرى لتعويض الصورة السيئة اللي ظهر عليها المنتخبنا في المونديال الماضي؟ أكيد صعود كأس العالم دي حاجة يعني شرف لأي لعيب على مستوى منتخبات العالم كله إن هو بيلعب كأس العالم، دي حاجة كبيرة لي جدا، بتمنى طبعا لو هيبقى ليا يعني شرف أبقى موجود والمنتخب يبقى موجود في كأس العالم، إن أنا أبقى موجود هيبقى شرف ليا طبعا. أنا ما أعرفش بكرة في إيه، بس أنا بحاول في اللي قدامي دلوقتي، بس أكيد هيبقى شرف ليا إن أنا نبقى موجودين في كأس العالم وألعب تاني، دي حاجة كبيرة بالتأكيد أي لعيب بيتمنى إن هي تحصل معاه. حكاية بقى تقديم الصورة اللي كانت مش كويسة أو كده، طبيعي يعني ممكن بتوصل كأس العالم في منتخبات كتير بتوصل، ممكن يحصل لها يبقى في التوقيت ده ما وفقناش لأسباب كتير يعني، بس أكيد بتمنى منتخب مصر يبقى موجود في كأس العالم ويقدم صورة كويسة ويقدر يوصل لأبعد حتة في كأس العالم يعني. كبر وأجير الفرق بينهم كبير. والله بص هو كل مدرب كان ليه طريقته وليه شخصيته، لكن أنا ما أقدرش أقيم مدرب يعني، ما أقدرش أقول المدرب ده وحش، وأنا في الآخر لعيب كورة، المدرب هو اللي بيقيم اللعيب، لكن كل واحد كان ليه فكره وليه طريقته
وزي ما بقول لك المدربين دول مش شرط مدرب، ما ممكن مدرب نجح ما تقول عليه مدرب كويس، ممكن صح مدرب ما نجحش، ممكن يكون الظروف ساعتها الوقت ساعتها ما يعني ما كانش حظه موفق فيه، بس مدربين كويسة وكل واحد كان ليه طريقته يعني. محمد صلاح وتتويجه بدوري الانجليزي، احنا عارفين ان انت من اقرب المقربين لمحمد صلاح، باركت له وهنيته، وفعلا كان محمد صلاح معلومه البعض سالها لي يعني، كان جايب لك عرض في انجلترا؟ لا لا لا، ما كان كلام خالص. محمد طبعا من اللعيبة اللي فعلا الواحد بيفتخر بيها، طموح وراجل بيقدم حاجة كويسة وشرف لينا كلنا، بيقدم حاجة كويسة بره يعني، وبتمنى له التوفيق دايما دايما. طبعا مبسوط بأي حاجة بحققها لي شخصيا أو مع النادي أو مع ليفربول، فحقق حاجات كبيرة جدا، بتمنى له التوفيق ودايما ببارك له، ودايما بنتمنى له ان هو يقدم يعني المزيد يعني، وبيشرف بيشرفنا كلنا يعني. بيكسبك في البلاي ستيشن انت احمد فتحي فعلا زي ما بيقول ولا؟ انا مش بلعب قوي بصراحة، انا مش البلاي ستيشن مش هلعب، بس في ناس كتير، هو اجمد واحد كوكا بصراحة. اجمد واحد. والله انا بشوف انتقادات الجماهيرية دي موجودة في اي حتة في العالم يعني، اي لعيب بتلاقيه بينتقل مثلا ريال مدريد وبرشلونة ينتقلوا لبعض، فده طبيعي بيبقى فيه طبعا، كل واحد بيبقى بيحب ناديه وبيبقى فلازم يبقى اللعيب متقبل ان هو جماهيريا لما يبقى فيه انتقالات كده بيبقى اكيد بيبقى فيها رد انتقاد. فعل، عشان الناس كل واحد دي أندية جماهيرية وأندية بتنافس بعض من زمان، ففي التاريخ بيبقى فيه تعصب أكيد جماهيري، بس يعني انتقادات بتبقى موجودة من الجماهير، بس في نفس الوقت لازم تنتقد طبعا، بس لازم يبقى احنا ما عندناش حتة بس التقبل في ان احنا يعني دي احترافية، بالظبط اكيد بيبقى في انتقاد وبيبقى صح في انا بحب نادية وبنتقد اي حد يمشي او حد مش عارف ايه، بس لازم نبقى عارفين موضوع الاحتراف في اي حتة في العالم ده بالظبط موجود يعني. صح. تغيرت قواعد اللعبة في مصر، قواعد اللعبة عامة، اللي انت تحترف تروح هنا لعيب كبير زي ما تقول رونالدو او ريال مدريد او برشلونة، ممكن واحد يروح من ريال مدريد لبرشلونة عادي خالص، في انتقادات لكن بقول عادي. بالظبط ما في انتقادات، بس عادي يعني في مصر اتغيرت يا عبد الله؟ ريال مدريد يعني، ريال مدريد كان رونالدو مشي فجأة لقيناه مشي في بالظبط. اليوفنتوس، نيمار كان في برشلونة فجأة راح باريس باريس سان جيرمان، صح، وتاني سنة برشلونة عايزينه تاني وكان عايز يرجع، مفيش مشكلة. فالاحتراف بره مفتوح، بس احنا عندنا الدنيا شوية مش واصلة للناس. طبيعي هيبقى في انتقاد طبعا لما يبقى عندك لعيب وبيمشي وانت بتتضايق، ولو راح لفرقه منافسه او راح كده بتتضايق، ده طبيعي موجود جماهيريا موجود على مستوى العالم، بس موضوع الاحتراف لازم الناس تبقى عارفه ان هو مفتوح يعني. حزين لنهاية حسام عاشور مع النادي الأهلي؟ اكيد حسام عاشور لعيب كبير، لعيب كبير وقدم كتير وراجل يعني ليه اسمه ولعيب محترم، فاكيد يعني كنت اتمنى طبعا انه حسام يبقى يعني زي ما هو كان في السنين اللي فاتت، ان هو كان ينهي النهاية كويسة، بس هي دي الكورة يعني، وبتمنى له طبعا سواء هيكمل او سواء بتاع، بتمنى له التوفيق في حياته اللي جاية يعني. اخيرا عبد الله السعيد، معك الكاميرا، لو عايزينك عبد الله السعيد القدوه يوجه رساله لكل الشباب او كل الجمهور المصري من عبد الله السعيد، رساله عايز توجهها. ما فيش والله يعني، يعني كل جماهير لازم تبقى يعني زي ما قلت لك قبل كده، اكيد كل واحد بيتعصب لناديه وبيتعصب، ده حاجة موجودة وحاجة في حق كل واحد، بس يعني زي ما قلت لك لازم، بس هي حتة تقبل ان احنا في يعني ده عصا احتراف على مستوى العالم، فلازم تبقى فاهم ده، وبقول له بس الجماهير ان هي تبقى يعني تقف مع منتخب مصر، يا ريت الفترات اللي جايه منتخب مصر فترة احلال وتجديد، ومحتاج تدعيم ومحتاج الناس تقف جنبه، وعشان هيبقى داخل على فترات مهمه جدا، بطولة افريقيا وبعد كده تصفيات كاس عالم وكاس عالم،
اتمنى في خلال السنتين دي الناس يبقى في دعم لمنتخب مصر بشكل كبير. انا سعيد ان انا عملت معاك اللقاء، وبالامانه مبسوط، وتحيات زميل عزيز ابراهيم فايلي. شرف ليا وتحياتي ليكم، وانا بشكركم على اللقاء الحلو ده. اذا كان ده كان لقاءنا مع نجم النجوم ونجم منتخبنا الوطني ونادي وكابتن نادي بيراميدز عبد الله سعيد. عوده ليك زميل عزيز ابراهيم فايلي وضيفك الكريم.